تقدم بعثة حج القرى بوزارة الداخلية تيسيرات لحجاج القرى بالمدينة المنورة طوال فترة إقامتهم حتى تفويجهم إلى مكة المكرمة. المزيد حول التيسيرات التي تقدمها بعثة حج القرى بوزارة الداخلية لضيوف الرحمن يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري عبد الله بركات. اكتمل وصول حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، ومع اكتمال وصول الحجاج تواصل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية تقديم التيسيرات للحجاج هنا طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة حتى لحظة مغادرتهم إلى مكة المكرمة. الفنادق قريبة من الحرم النبوي الشريف، وهو ما حرصت عليه البعثة حتى يتيسر ويتسنى للحجاج التردد على المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى حجز الروضة بالتنسيق مع السلطات السعودية وقيام بعثة حج القرعة من خلال ضباطها باصطحاب مجموعات من الحجاج إلى الروضة الشريفة والصلاة فيها، وهو ما أدى إلى تمتع جميع الحجاج الذين جاءوا إلى المدينة المنورة بزيارة الروضة الشريفة نتيجة لهذا الإجراء. يوجد غرفة عمليات أو توجد غرفة عمليات هنا بالمدينة المنورة شكلتها وزارة الداخلية من أجل متابعة أحوال الحجاج والرد على استفساراتهم وإزالة كافة المعوقات إن وجدت. كذلك بتقوم بعثة حج القرعة بتنظيم ندوات دينية بصفة مستمرة، بيقوم عليها أئمة وواعظات من وزارة الأوقاف لتعريف الحجاج بالشعائر وتعريفهم بأداء المناسك للتيسير عليهم، إضافة أيضا للخدمات الطبية المتوفرة بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية وقطاع الخدمات بوزارة الداخلية، حيث توجد عيادة طبية بكل فندق إقامة خاصة ببعثة حج القرعة لتقديم خدمة طبية مميزة للحجاج. تيسيرات متواصلة ومستمرة حتى تمام أداء المناسك إن شاء الله تعالى والعودة إلى أرض الوطن.